صلي للكلب. صلي للكلب. اللي هو فعلا كان عنده كلب وتوفى وانا فوجئت طبعا بزعله وعليه وكده، فانا ما اعرفش انه عنده كلب ده توفى يعني. انا فوجئت طبعا، فقال لي حصل كذا 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 عادل، فانا يعني اتخرت من الموضوع. الموضوع مش اللي هو الاهميه دي، كلب ومات عادي. انا طبعا ما اعرفش في الكلاب وما اعرفش اتمنى كلبي. انا اتكلم على كلب، انا قاعد زي الباشا ورا باشا قاعد، ما غلطتش في حاجه. تغلط فيه ايه؟ وتروح تقول لهم ان انا جيت علشان الكلب هرب؟ ما تقومك لو رجيت، وبعدين هتسكت سكتين للكلب. هو أيوة. فعلا طلب منك السجود للكلب. ايوه بس ما عملتهاش يا فندم. عايز البيبي ده يتشال، عشان انا ده سبب لي تأذية ليا وفي نفسي وفي اولادي وفي بلدي وفي الدنيا كلها.